الدكتور عبد الدايم اذهلني فعلا بمعلومات لم اكن اعرفها، وفي نفس الوقت اكتشفت بس ان هو مش بيتكلم في الارقام بس، ولكن ايضا يتكلم في الطب النبوي. فالنهارده احنا عندنا فرصه عظيمه جدا ورائعه ان احنا نربط الدين بالدنيا مع الاستاذ الدكتور عبد الدايم كحيل، عضو هيئه الاعجاز العلمي للقران الكريم والسنه النبويه المطهر. بارك الله بكم وأهلا بكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيما سنقول علم نافع لنا ولكم ولجميع المشاهدين إن شاء الله. أنا شفت ليك بعض الحلقات. نعم، أنا اليوم يعني بعد إذنك أحببت أن أطرح قضية مهمة جدا. تفضل. تتعلق بموضوع الطب النبوي والقرآني، أن علماء بني إسرائيل يأخذون ما يتعلق بالطب النبوي والقرآني ويقومون بأبحاث لديهم. يعني أنا لدي دراسة هنا، مركز أبحاث قام في بهذه الدراسة البروفيسور مايكل إفرام في مركز أبحاث التقني في حيفا. مايكل إفرام. نعم. إفرام، أيوة. ماذا اكتشف؟ إفرام يعني إبراهيم. بالضبط، إفرام العبري يعني إبراهيم. نعم. هذا الباحث ماذا اكتشف؟ شيء عجيب جدا، اكتشف أقوى تركيبة طبيعية لعلاج تصلب الشرايين وأمراض القلب والوقاية منهما. ما هي هذه التركيبة؟ هي يقول بالحرف الواحد إن جميع الفواكه تحوي مضادات أكسدة، ولكن عصير الرمان مع 3 حبات من التمر، هذا المزيج يشكل مضادا قويا للنوبات القلبية. وبعدما قام بإجراء تجارب وجد أنه يخفض نسبة الإصابة بالكوليسترول الضار بنسبة 28%، ويخفض الأمراض المتعلقة بالشرايين وسلامة القلب بنسبة 33%. طبعا، ويقول في البحث أيضا، يفضل أن تعتمد في نظامك الغذائي على الفاكهة، ثم تأخذ كأس عصير الرمان وبضع حبات من التمر 3 مرات يوميا. 3 مرات نعم. في اليوم. نعم. تمام. إذن هذا الباحث من أين جاء بهذا العلاج؟ الله تبارك وتعالى عندما وصف الجنة ماذا قال؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان. انظر هذا التوافق. نعم. فيهما فاكهة، طبعا يمكن أن يعرض الفيديو رقم 1 توثيق العلمي، أنا أحب التوثيق العلمي. يعني شوف رائد على فكرة خالط لنا برضو هنا رمان مع تمر، يعني من الحاجات الجميلة عشان القلب الموجودة حاليا. بالضبط. فإذا كان بيعرض لنا التوثيق العلمي فقط، حلوة فكرة الرمان بالتمر. تمام، حلوة فكرة قوي. هنجرب المرة الجاية نعمل عصير رمان بالتمر، 3 تمرات مع كوباية العصير فقط، وده هنبقى يعني. نعم. النهارده نعم. احنا بنقول الكلام ده علشان نبدا نجربه ونطبقه، مش بنقول كده علشان نقول ابحاث او نستعرض عدالات علميه. احنا بنقول النهارده باحث اسرائيلي مايكل إفرام حبذا لو يعرض الموقع حتى نرى. قال بالحرف الواحد. نعم. قال بالحرف الواحد ان عصير الرمان وعصير ومع حبات من التمر. نعم. مع حبات التمر احد الحاجات اللي تقي من امراض كثيره جدا جدا جدا. الكلام ده بيتفق مع كتاب الله وسنة الرسول زي ما قال الدكتور. فاكهة ونخل ورمان. فاكهة ونخل ورمان. نفس الترتيب. نعم. سبحان. نعم. الله. الآن لم يعرض لنا الفيديو بس أنا هو يظهر فيه مشكلة في العرض. طيب، ما فيش مشكلة. نكمل يعني. أنا الآن لدي أيضا باحث إسرائيلي آخر يعالج بالقرآن الكريم، هل سمعت به؟ لا، ما سمعت به الصراحة. الدكتور عوفر جروزبارد، عالم النفس المتخصص في دراسة علم النفس الحديث. عوفر. نعم. على فكرة جروزبارد. على فكرة. نعم. من الحاجات. نعم. الجميلة فعلا. نعم. اللي بتخليني انتبه جدا ان اليهود عارفين ديننا اكثر مننا. وفي آية بالقرآن وبيطبقوا كل اللي احنا بنقوله في كل شيء. وهناك آية تقول أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. هذا يصدق. آية. هذه الآية فيها إعجاز علمي. صحيح. أنها أنبأت بأن كأني أول مرة أسمعها. سبحان الله. كأني الأول مرة بسمعها فعلا يعني. فعندما ترى، أنا لدي الفيديو رقم 6 إذا كان جاهز
سترى الكتاب الذي هو على فكرة الأول نعلق تعليق ده هذا الفيديو ابتدى هذا أيوة. رقم 6 دكتور عوفر فألف كتابا للعلاج بالقرآن وبخاصة للأطفال وهو طبعا هنا في فلسطين الحبيبة ده مسجد قبة الصخرة نعم نعم وسيظهر الآن هذا الباحث ماذا يقول من داخل المسجد الأقصى نعم. من خارج المسجد نعم. هذا هو الباحث أي. يقول بالحرف الواحد أنا أقرأ من كتابه من خلال قراءتي وتحليل القرآن لم أخذ انطباعا عن أي تطرف موجود في القرآن نعم على العكس وجدت الكثير جدا من الاهتمام بالمجتمع بالعلاقات بين البشر يقول هذا الباحث أيضا تبذل النصوص القرآنية طاقات كبيرة لتحسين مكانة الإنسان وانخراطه في المجتمع الذي ينشط به لتطوير وتقدم الإنسانية وهو منبهر بإحدى الآيات يقول إحدى الآيات أثارت إعجابي بشكل مذهل التي يقول فيها وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم ويقول إن هذه الآية تحوي جوانب نفسية جديرة بالاحترام وتحوي جوانب تعزز الثقة بالناس وتشجيع الأعمال الصالحة طيب الله تعالى عندما قال وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل يعني مثلا أنا نفسي تدخل بقى على نقطة تانية في الطب النبوي نعم لأن أنا عجبتني جدا النقطة بتاعت التمر والرمان دي نعم 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 الحمد لله الآن أنا طبعا هناك بحث في عام 2017 يا ريت لو نشوف بس فيديو التمر رقم ثلاثة المرجع رقم ثلاثة يا ريت علشان إحنا نعم. النهاردة عاوزين الناس توثيق تطلع علمي. تشرب وتجرب حاجة من الورد ذكرى في القرآن الكريم بعد تسع سنوات من الأبحاث في بلجيكا تبين أن السكر يساعد على نمو الخلايا السرطانية أكيد أكيد الكلام ده وبنفس الوقت تبين أن العسل يقتل الخلايا السرطانية ويمنع تطورها أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير سبحان الله وشوف الناس بتستورد السكر قد إيه دلوقتي سبحان الله سبحان الله يقول البروفيسور جون يودكن عن السكر يقول هو صافي بيور أبيض وايت ولكنه ديدلي مميت مميت نعم يعني أبيض ونقي ولكنه مميت البروفيسور جوهان ثيفيلين يقول بالحرف الواحد إن الإفراط في تناول السكر يساهم بشكل كبير في نمو الخلايا السرطانية ويجعل خلايا السرطان أكثر عدوانية أيضا أما الاكتشاف الذي نراه أمامنا هنا موقع بي بي سي نرى أمامنا نعم في عام 2004 تبين أن العسل ذو فائدة كبيرة في علاج السرطان بعد سنتين هنا المرجع عام 2006 يقولون إن الأطباء بدأوا يتحولون للعلاج بالعسل لأنه يشفي هذا في بريطانيا طبعا نعم. في عام 2006 تصور يعني بعد عامين من إجراء دراسة علمية تبين أن العسل يشفي من السرطان بعد عامين في عام 2006 بدأ الأطباء في بريطانيا يتحولون نحو العسل الله ينور عليك انظر التطبيق العملي يعني الدكتور عبد الدايم الكحيل عاوزين نطبق ده عمليا يا ريت لو على ظهر بيتك على السطح بتاع بيتك حط خليتين نحل فقط انا متاكد انهم هيكفوك عسل لفتره طويله جدا يا ريت نرجع نعمل زراعه الاسطح ونعمل خلايا عسل فوق البيت خلايا نحل يعني فوق البيت سبحان الله طبعا هنا الحديث النبوي عليكم بالشفائين القرآن والعسل معروف لدي أنا هنا بحث أيضا يعني أبهرني فعلا جامعة روتجرز جامعة روتجرز عام 2015 وجدت ميزة عجيبة جدا جدا في زيت الزيتون الذي قال عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم كل الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة الله والله أقسم الله به قال والتين والزيتون صح. انظر هذا البحث العلمي يعني دائما عندما تتحدث بلغة العلم لا يستطيع أحد أن يناقشك لا ده في نقطة دكتور نعم. ننبه ليها بس نعم. إن الدهان الجسم بزيت الزيتون نعم. بيزود قدرة الجسم على الاستفادة من زيت الزيتون يعني جربنا نعالج ناس بزيت الزيتون نعم. لتخفيض الكوليسترول وتنظيف الشرايين والكلام ده لقينا
ان اخواننا في الشام دايما كانوا يستخدموا زيت الزيتون في دهان اجسام الناس، وبالتالي كانت نسبه الاصابه بالامراض القلب نسبه ضعيفه جدا، فدهنوا به، دي معجزه من معجزات النبي عليه الصلاه والسلام. هذه الجامعه ماذا وجدت بعد بحث علمي؟ وجدت ان زيت الزيتون يحوي عنصرا فعالا، وهذا هو المرجع، هذا موقع جامعه روجرز، يقولون بالحرف الواحد، انا اقرا لك من الموقع الان بالبحث، زيت الزيتون يحوي عنصرا فعالا يدعى أوليوكانثل. هذا العنصر يستهدف بروتينات خاصة في الخلية السرطانية يجعلها تموت من خلال الانتحار، يجعل الخلية تنتحر وتخرب أجزاء مهمة فيها في فترة من نصف ساعة إلى ساعة فقط. هذا العنصر الذي يسمى أوليوكانثل لا يؤثر ابدا على الخلايا السليمه. هذا هذه الموازنه، يعني سبحان الله. الدراسه الثانيه بينت ان زيت الزيتون وبخاصه هذه الماده تساعد على الوقايه من الزهايمر، نعم، ومن مرض يعني ومن كل الامراض التي تتعلق بتلف جزء اجزاء من الدماغ وفقدان الذاكره. ويقولون هذه الماده تنشط خلايا الدماغ وربما تساعد على اطاله عمر خلايا الدماغ والتخفيف من تدمير الخلايا. سبحان الله، يعني تصور أن مادة موجودة في زيت الزيتون وهي طبيعية تقتل الخلية السرطانية خلال نصف ساعة فقط في المختبر، والخلية الحية لا تؤثر عليها،